النهارده هنتكلم عن النضوج الروحي، في معنى النضوج الروحي وأهمية النضوج الروحي. فتعالوا نقرأ آيتين من كلمة الله. أولا إنجيل متى أصحاح 5 وعدد 48 بيقول كده: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أقرأ آية تانية فيها كاملين، في يعقوب 1:4 يعقوب 1:4: وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين. كلمة كاملين بالغين ناضجين راشدين في المسيح، البالغ والناضج والراشد، وغير ناقصين في شيء. أراها مرة تانية: أما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. لإلهنا كل المجد إلى أبد أمين. النضوج الروحي بنحتاجه في حياتنا، والنضوج مش مرحلة أوصل ليها بل رحلة حياة مستمرة طول العمر. مش إن أنا وصلت لمرحلة معينة بقول أنا نضجت. النضوج هو رحلة مستمرة طول الحياة، بنضج نفسيا فكريا ذهنيا كلاميا. وبيبان الشخص اللي عنده نضوج بيكون باين، والشخص اللي مش مناضج بيبان. فالمعاملات والاحتكاكات بتظهر النضوج الروحي. النهاردة لو أنا عندي مثلا شخص عنده معرفة كتابية دون محبة، ناضج ولا طفل في الإيمان؟ طفل روحيا. فالمعرفة الكتابية دون محبة طفولة روحية. طب نعكسها، لو عنده محبة أخوية دون معرفة كتابية طفولة روحية. اللي عنده محبة وما عندهوش معرفة طفل روحية. واللي عنده معرفة دون أن يكون له محبة أخوية طفل روحية. النهاردة بيقول الكتاب المقدس: العلم ينفخ والمحبة تبني. إيه الفايدة؟ أنا عندي معلومات بس مش عايش المحبة، مش عايش الكلام ده. النهاردة الكتاب المقدس بيوضح لنا النضوج، بيقول كونوا كاملين. كلمة كاملين يعني ناضجين راشدين بالغين. الحكومة النهاردة مش هتقدر تدي ميراث الطفل لغاية سن 21، وإحنا النهاردة مش هنقدر يكون لنا المعرفة والاستنارة دون أن يكون لنا نضج. النهاردة مش هتقدر يكون عندك نضج غير لما تقرب من ربنا. النضج الروحي ده موضوع كبير قوي، وإحنا النهاردة بنحتاج ناضجين في البيوت. خراب البيوت بسبب عدم وجود ناضج روحيا أو ناضجة روحيا، خراب الاجتماعات بسبب عدم وجود شيوخ ناضجين أو مؤمنين ناضجين. لو وجدت في الكنيسة النهاردة مؤمنين ناضجين أو شيوخ ناضجين، تعرف الكنيسة دورها الثلاثي. إيه ترى الدور الثلاثي للكنيسة؟ أولاً الدور الثلاثي للكنيسة، الدور الأول اتجاه الله بالعبادة والسجود، مش بس مجرد إحنا بنعبد ونسجد. الدور الثاني للكنيسة مش بس عبادة وسجود ونصنع اجتماعات، لكن الدور الثاني اللي هو نقدر من خلاله يكون عندنا ان نبني. لما ربنا عطى المواهب عطاها ليه؟ عشان لبنيان جسد المسيح، لتكميل القديسين. دور الثالث بقى للكنيسه انها تخرج بره. بقى احنا عايزين نخرج بره دايره ذواتنا ونفوسنا ومواهبنا. اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. دور الثلاثي للكنيسه تبني نفسها بالمواهب اللي ربنا عطاها الشاب والشابة أو المؤمنين اللي موجودين داخل الكنيسة المحلية. دي عطايا رب للكنيسة عشان تبني الآخرين. الدور الثاني سجود وعبادة. الدور الثالث أخرج بره الدايرة بقى علشان أذهب للعالم أجمع وأكرز بالإنجيل للخليقة كلها. لكن عايز أقف عند معنى النضوج في سبع معاني. النضوج لي سبع معاني، هقولهم واحدة واحدة، و اكتشف نفسك النهاردة فيك الحتة دي. لو ما كنتش فيك صلي قول له يا رب خليني ناضج روحيا.
المعنى الأول للنضوج الروحي أقدر أسميه أن الناضج هو شخص صحي نفسياً وروحياً وجسدياً. الناضج هو شخص صحي. بيقول كده: أروم أن تكون ناجحاً وإيه؟ وصحيحاً كما أن نفسك إيه؟ ناجحة. النهاردة الشخص النفسي اللي عنده نفسياً صحيح وروحياً صحيح وجسدياً صحيح، ده بيبص لنفسه نظرة صحيحة. ليه النهاردة إحنا مش عارفين نبص لنفسينا نظرة صحيحة؟ لأننا مش ناضج روحياً. النهاردة في ثلاث مستويات من المؤمنين. في مؤمن يا إخوة مجرد بس إنه عرف ربنا، بيكتب عنهم في رسالة يوحنا بيقول كده: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنها قد غفرت خطاياكم. إيه؟ المؤمنين دول بس مجرد عارفين إنهم رايحين السماء وشاكرين ربنا وحمدينه، اسمهم أولاد. لكن في مستوى أعلى شوية اسمهم الأحداث. مين هم الأحداث؟ اللي ثبتت فيهم كلمة الرب وغلبتم الشرير، دول ثبت فيهم كلمة ربنا. اللي بحركهم الكتاب المقدس، اللي بحركهم القيادة الإلهية، اللي بحركهم كلمة الله، مش بحركوا أنفسهم ولا يمجدوا أنفسهم ولا بيطلبوا مجد ذواتهم، لكن كلمة الله اللي بتحركهم وترشدهم. بيقول عنها في أمثال 6:22: إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، إذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبخات الأدب طريق الحياة. يقول عنها في أمثال 4:22: هي دواء لكل الجسد. لو أنت عندك أي اضطراب أو أي انزعاج، كلمة الله بتعالج الجسد كله، الخايف، المضطرب، اليائس، اللي عنده انزعاج، اللي عنده قلق، اللي عنده خوف، كلمة الله كافية وشافية، كفاية كلمة الله لعلاج كل الأمراض. النهاردة إيه أخبارنا نفسيا؟ قابل نفسك؟ ياما في ناس مش قابلة نفسها، صدقوني، وبيشعر دايما بصغر نفسه، وبيشعر نفسه مرفوض. ممكن تكون مرفوض من نفسك، زي ما كان جدعون يقول له كده: أنا الأصغر في بيت إيه؟ أبي، كفاية عليا أهرب شوية الحنطة دولة في المعصرة وأديهم يأكلوا. قال له: لا لا لا، الرب معك يا جبار البأس. ممكن تكون مرفوض من الكنيسة، لما ربنا ظهر لحنانيا وقال له: روح يا حنانيا هتلاقي واحد اسمه شاول عشان تصلي له، علشان إيه اللي حصل له؟ عشان توقع القشور من عينيه. قال: يا رب ما أنت مش عارف الراجل ده كم فعل شرور بإيه؟ بقدسيك. ده يا رب ده عمل حاجات كتير في الكنيسة. قال له: لا 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 لا، بصوا الكلمة اللي جاية، كلمة خطيرة خطيرة. ربنا النهاردة عايز أواني مش عايز خدام. ما عندناش أزمة في الخدام، ولا أزمة في المرنمين، ولا أزمة في الكنائس، ولا أزمة في الهيئات. الأزمة الحقيقية النهاردة يا إخوة أخوات أزمة تقوى، أزمة أمانة. ما عندناش أزمة في أي حاجة. لما النهاردة بيقول كده: لا لا لا، صلح يا حنانيا، هذا لي إناء مختار، سأريه كيف ينبغي من أجل إيه؟ كم يتألم من أجل إيه؟ اسمي. ممكن تكون مرفوض من نفسك كجدعون، مرفوض من الكنيسة كشاول، مرفوض من اللي حواليك، من والديك. يمكن في شباب كتير بيسمعني مرفوض من والديه لأن هو ليه لغة ووالدي ليها لغة، فيجي صميل عايز يمسح واحد مالك يقول له: هادي أدي ألياب وادي شمة والسبعة هم، شوف أنت تختار لك واحد. الرب يقول له: الله، ده شكله حلو، ينفع ملك. يجي الصوت لصميل قال له: لا لا لا، الرب ينظر إلى العينين، أما الرب فأما أنت إنسان ينظر إلى إيه؟ أما الرب فينظر إلى إيه؟ أنا ليا واحد لسه هناك بيرعى إيه؟ بيرعى إيه؟ يرعى الغنيمات، هاتهولي ده. بص، أحب الناضج بيطلب مجد الله، والجسدي بيطلب مجد ذاته. شاول جسد، يوناثان روحي. يوناثان عايز يقتل داود بأي طريقة علشان يولي، يعني شاول عايز يقتل داود بأي طريقة عشان يولي يوناثان إيه؟ الملك. يوناثان حاجة تاني، ده حبيبه داود وصديقه داود، قول ده أنا حارب من أجل إيه؟ داود، وهرب داود. إيه ده؟ أصل العملية لما نيجي نبص كده، شاول بيطلب مجد ذاته، ولكن يوناثان بيطلب مجد مين؟ يطلب المختار، يطلب الممسوح من الله. هذا هو الناضج
ناضج. ياما في ناس يمكن مرفوض من والديك كداود، يقول أبي وأمي قد تركاني، لكن الرب يعمل إيه؟ يضمني. أنا أشجع كل حد حاسس برفض من والديه النهاردة، في حضن واسع أو الكل واحد كبير أو صغير يضمك، حضنك واسع بساع، بيقول الحزن إيه؟ وداع. لكن كمان بينظر للآخرين اللي عنده نضوج صحي نفسيا وروحيا وجسديا، بينظر للآخرين على أساس أنه هم مش أقل منه. لا 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 لا، عايز أرى لكم آية في فيليبي، لما بيقول الكتاب فيليبي 2:3، لا شيئا بتحذب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من، لو أخويا ببص بنظرة قليلة لنفسه أنا ببص له بنظرة أحسن من اللي هو يبصها إيه لنفسه. النهاردة عايزين نبص للنظرات دي. أحب النهاردة إحنا نحتاج إلى ناضجين في المعاملات، في الكلام، في كل شيء. المعنى الثاني للنضوج، يبقى المعنى الأول للناضج روحيا هي شخص صحي نفسيا وروحيا وجسديا. المعنى الثاني جميل قوي، بيقول شخص يعرف المطلوب منه ويتممه. أنا عرفت المطلوب مني إيه فبتمم المطلوب مني. إن فعلنا كل شيء نظل عبيد بطلون. افرضنا يعني لو أنا مش متمم المطلوب مني هكون إيه؟ مش ناضج. النهاردة بندور على ناس تتمم المطلوب. تخاطر، هل عندنا مخاطرة في الأيام دي؟ بولس الرسول بيقول نخاطر كل ساعة، لما بيقول في سفر جدعون كده لعن جدعون أبي خاطر من أجل خلاص نفوسكم. أبو فريديتوس الجميل قوي يتمم المطلوب حتى لو كان شيء يوصله الخادم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. إيه ده؟ إيه أبو فريديتوس الجمال ده؟ أنت جميل واسمك جميل، تعمل إيه؟ خطر بنفسه، جدعون خطر بنفسه عشان الشعب، وإحنا نخاطر ليه؟ نطلع في الحر ليه؟ نروح لما يبقى الاجتماع في مراوح، نروح لما يبقى في تكييفات. طب ما الدنيا ما فيش، هنروح نعمل ايه؟ مواصلات كتير. يا احبه النهارده عايزين احنا ايه المخاطره اللي بنعملها؟ ياما في ناس بتخاطر بحياتها من اجل اسم المسيح. انا خطرت بايه؟ ايه اللي سبته من اجل اسم المسيح؟ ايه اللي بتضحي بيه من اجل اسم المسيح؟ مش بتضحي براحتك ولا ساعه نومك؟ امال بتروح فين؟ بتروح الاجتماع ليه؟ بس لما يكون عندك وقت فراغ أروح الاجتماع؟ لا يا أحبة، النهاردة نراجع أنفسنا. شوفوا الثلاثة الأبطال اللي مذكور عنهم في لما كان داود بيقول خاطروا بإيه؟ بحياتهم وأنفسهم. إحنا بنخاطر في إيه؟ أنت بتخاطر طول اليوم عشان شغل وتجيب شوية فلوس للعيال عشان أعيشهم في أحسن مستوى. لا، مش عايزينك تعيشهم في احسن مستوى، عايشهم في التقوى، عايشهم في المحبه، عايشهم في المخافه. هتسيب لهم تركه هياكلوا في بعض، هتسيب لهم تقوى هيحبوا بعض. ان اعطى الانسان كل ثروه بيته بدل المحبه تحتقر احتقار. بنسيب ايه لاولادنا وبناتنا؟ بصلي دايما بقول له يا رب احنا الاولاد اللي اعطيتهم لنا عايزينهم ليك، تمجد فيهم وبيهم. أي حاجة يا رب يكونوا قربوا منك، حطهم في المجال اللي يجذبهم عمل الروح القدس، ما تحطهمش في مجال يضيعوا في العالم. النهاردة احنا بندور على ناس بتخاطر، بتخاطر. المسيح لكل المجد لم ينزل من على الصليب إلا وقال قد أكمل. إيه المخاطرة اللي بنعملها احنا النهاردة؟ النهاردة نحتاج أناس ناضجين روحيا يتمموا المطلوب منهم. هل تممت الحاجة اللي ربنا عليك؟ يعني الشهر اللي فات لا يقل عن 30-35 شاب وشاب انتقل بدون مقدمات وفجأة مفاجآت. واحدة راح يخطبها واحد شافها وقال لها الخطوبة بكرة، ماتت. واحد رايح يخطب واحدة ماتت، واحدة بفستانها ماتت. هو ربنا مش بيتكلم؟ ده بيتكلم وبصوت عالي لكل شاب وشابة ورجل وامرأة لصورة التدين. النهاردة بيقول لك اصحى،
اوعى تكون نايم، اوعى تكون مشغول. ايامنا مش هتطول، عالم فاني. وايه ما تسويش يا اخوة يا اخوات النهاردة في سعينا العالم باطل. النهاردة يقول الكتاب مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. عمرك ما هتتعب لربنا، حتى لو جبت كوباية مية ساعة هتاخد تمنها، كأس ماء بارد باسم لا يضيع. اتعب للعالم، اطلع معاش هتاخد ايه؟ يقول لك مش مقضي المعاش، براحتك. مش مقضية الفلوس، مش براحتك. اصل البركة مش في الفلوس، البركة مش في المعاش. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. يا جماعة عايزين نبص للرب، عايزين نعيش بالإيمان شوية. كفاية بقى أصي كيس الدواء كبر شوية، ما أنت اللي مشايل نفسك الهم شوية. النهاردة سمعت مقطع حلو قوي أحب أشارككم بيه، دكتور بس من خلفية تاني قال وانت رايح تنام نظف نفسك بأربع حاجات. عجبتني أول فكرة طبقتها روحي. قال لك نظف سنانك علشان ما تبقاش في أي تلوث ينزل إلى الأمعاء ولا ينزل لحاجات يجيب لك أمراض. وإحنا النهاردة عايزين ننظف كلامنا قبل ما ننام. اجعل يا رب حارسا لفمي واحفظ باب شفتي. قال لك نظف رجليك. اي واحد يروح ينام برجليه طول اليوم ما غسلهمش يعني يحس في ايه؟ يا بدوخه هو وصاحي، يا ما يعرفش ينام تاني. فهنا يقول لك نظف سلوكك، نظف ايه؟ عجبتني قوي الثالثه بقى، قال نظف قلبك. وسمعت كلمتين حلوين قوي، ايه؟ نظف قلبك من الهموم، نظف قلبك من الاحزان، نظف قلبك من الغموم. قلت ايه ده؟ جابها منين دي؟ القى على الرب همك فهو يعول، ملقيين كل همكم عليه لان هو يعتني. شوفوا بقى، شوفوا ربنا بيتكلم قد ايه. الرابعه بقى، نظف ايديك، نظف ايديك. اعمالك بتعمل للشيطان ولا بتعمل لربنا؟ بتعمل لحسابك ولا بتعمل لحساب ربنا؟ بتعمل لايه؟ هتعمل للشيطان هيديك اجره، هتعمل لربنا هيديك اجره. طب أجرة الشيطان؟ أجرة الخطية هي، أما هبة الله فهي. عايز إيه بقى تاني؟ عايز إيه؟ خلي بالك هبة شقة هنا وهناك وهتعذب نفسك هنا وهناك، ما تخليها مستورة وتيجي للمسيح وتدي ويديك الحياة الأبدية. الذي يؤمن بالابن له حياة، والذي لن يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. نمرة واحد، الناضج هو صحي نفسيا وروحيا وجسديا. نمرة اثنين، الناضج هو شخص يتمم المطلوب منه ويخاطر بكل ما يعمله. نمرة ثلاثة، حاجة جميلة قوي بيقول ايه؟ اي شخص ناضج او اي اخت ناضجة او اي اخ ناضج يعرف ان يتعامل مع الوقت، ما بيضيعش، ما عندوش وقت فراغ. ايه وقت الفراغ؟ ايه وقت الفراغ؟ الفراغ هو الوقت اللي بلا هدف. انت النهارده صحيت بالصبح ما خططتش هتعمل ايه، هتعيش اليوم كله ما تعملش حاجه. وقت الفراغ هو الوقت الذي لم تضع فيه هدف. الكتاب يعلمنا في افسس 5 بيقول ايه؟ مفتدين الوقت لان الايام. الناضج هو الذي لا يضيع الوقت، الناضجه التي لا تضيع الوقت. انت لو بتضيع وقتك في النت، بتضيع وقتك في الميديا. انا بستغرب قوي من اخوات ادمنت الالعاب، واللي برب العيال النت. احذروا يا اخوات، احذر يا اب، احذر يا ام. على المراه الفاضله يعني الممتازه الوديعه الكريمه المحبه بيقول ايه؟ تراقب طرق اهل ايه؟ بيتها. يعني ايه؟ تراقب الموبايل وتراقب المسجات وتراقب الرسائل وتراقب الصور. عندك في التقدم العلمي تقدر تعمل ايميل وتراقب كل الدنيا وانت نايم في بيتك لو هم في سفر. التقدم زي ما انت هم متقدمين، انت تقدم بقى شويه وراقب الدنيا، ما تسيبش الحال. ارجوكم النهارده ياتي الخراب من فوق، فاحنا سايبين الدنيا. اقولك طب ما هي طالعه باللبس ده وهو راح في المكان ده، طب وانت كنت فين؟ وانت كنت فين؟ المراه الفاضله تراقب طرق اهل ايه؟ بيتها، بتفتدي الوقت. النهارده لما بيقول مفتدين الوقت يعني مشترين الوقت، مستغلين الوقت، منتهزين الفرص. ربنا عطاك ميراث، تكبره ولا تخليه يضيع من حياتك؟ العيال ميراث، يا نكبرهم وناخدهم معانا في الابديه يا هيضيعوا للابد.
النهارده مسؤوليتنا كآباء كأمهات أن نعيش المسيح، لا نتكلم عن المسيح، نكون قدوة أمامهم. ما تأمروش، الجيل ده مش عايز أمر ولا عايز نصايح، أجيب لك من الآخر، ولا عايز أي حد يأمره، ما عايز إيه؟ عيش المسيح قدامه هيتأثر بيك، عيش المسيح قدامه هيتأثر بيك، عيش عيش، ما تدهوش نصايح أرجوك، عايزك أنت تعامله كصديقه. الأخ للشدة يولد، لكن يوجد محب ألزق من إيه؟ أخ، نفسي ألاقي المحب ده اللي يحب في كل وقت، مفيش غيره، شخص الرب يسوع المسيح. النهاردة بنفتدي الوقت ولا بنضيعه؟ بقول مفتدين الوقت لأن الأيام شر، لكل نفس بعيد، إن ما كانتش هتيجي للمسيح في خطر جاي عليه، في خطر اسمه الأبدية اللي ما تنتهيش، في جهنم، في نار، في دينونة. أخشى إنك تكون في المسيحية، وأخشى إنك تكون في الخدمة، وأخشى إنك تكون طالع من بيت مسيحي، وأخشى إنك أنت بتكون بتمارس طقوس وتدين مش في المسيح، هتأتي عليك الدينونة. أمال إزاي أنجو من الدينونة؟ لما أكون في المسيح. إذن لا شيء من الدينونة الآن على زينهم فين؟ في المسيح. في المسيح ما عليش دينونة. طب في المسيح، في المسيحية، ممكن ما تكونش في المسيح تيجي عليك دينونة، أصل المسيح هو الحياة، المسيحية لا تعطي الحياة، المسيح مصدر الحياة، المسيحية لا تعطي النجاة، المسيح مصدر النجاة، المسيحية لا تعطي الخلاص، المسيح مصدر الخلاص، وليس بأحد غيره. إيه؟ قول هو فيه كانت الحياة، أنا هو الطريق والحق وهو رئيس إيه؟ الحياة. طب النهاردة لو اخترت غير المسيح اخترت الموت، ولو اخترت المسيح اخترت الحياة. معنى الرابع جميل جدا جدا جدا، احنا دايما بنسمع مثل يقولك ايه، اللي اتكسر عمره ما ايه؟ ما يتصلح. النهاردة الناضج يصلح ما تم كسره، الناضج الناضجة تصلح ما تم كسره. طب واللي مش ناضج يقول لك اللي اتكسر عمره ما ايه؟ اتصلح. ونقعد نقول فين يا عم ده اتكسر؟ لا، بص النهارده كل اناء مكسور متشقق رب جمالك فيه ايه؟ هيبان. النهارده ربنا في المعنى ده الرابع، اني لو في حاجه اتكسرت يعيد اصلاح ما تم كسره. ايه اللي بيكسر القلب يا احبه؟ ايه اللي بيكسر القلب؟ الخطيه اول حاجه بتكسر القلب، اول حاجه بتكسر الخطيه القلب. لكن يقول الكتاب ان واحده كان قلبها مكسور من الخطيه في لوقا 7، وجات من وراء الرب المعلم السيد ومن ورائه بكت وبلت رجليه بايه؟ بدموعها. وايه اللي حصل؟ قال لها ايه؟ مغفوره لك. ايه الرب النهارده يصلح قلبك المكسور من الخطيه ويغفر لك الخطيه. طب ممكن القلب يبقى مكسور من الحزن، مش عارف ايه اللي حزنك او حزنك، او قلبك موجوع، قلبك واكلك على حاجه مش معاكي او محرومه منها، او ربنا خد عزيز عندك او عندك. النهارده ايه اللي يصلح القلب؟ يشفي المنكسر ايه؟ القلوب، ويجبر كسرهم. يبقى مرات كتيره بنقول اللي اتكسر ما يتصلحش، لان النهارده ربنا اللي اتكسر واللي وقع في الخطية واللي سقط في الخطية ربنا يقيمه تاني. بطرس أكتر واحد كان منكر وجدف، بيقول الكتاب عنه إيه؟ كان في يوم الخميس أنكر وسب ولعن. تعال شوف يوم الخمسين إيه اللي حصل، إيه اللي حصل في الراجل ده؟ قال له أنت بص سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي إيه؟ يغربلكم، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى، أما أنت فمتى رجعت اعمل إيه؟ ثبت اخواتك. الناضج روحيا يعيد اصلاح ما تم كسره. لما ابنك يتكسر ويتوجع، لما بنتك تتكسر وتتوجع، لو انت ناضج روحيا تعرف تسترده، لو انت ناضج روحيا تعرف تصلي له، لو انت ناضج روحيا تعرف تقيمه. النهارده عايزين ناس ناضجين يصلحوا ما تم كسره، لا يقول لك لا اللي اتكسر عمره ما ايه، عند المسيح اللي اتكسر يتصلح، عند المسيح المكسور يرجع منصور.
هو عند المسيح كده، لو انت مكسور هيرجعك ايه؟ منصور. مين اللي عمل كده؟ لما رجع بطرس وجاب 3000 نفس فين؟ في الخدمة اللي وعظها. رقم خمسة يقول الكتاب معنى من معانيه معرفة الهدف والسعي لتحقيقه. يبقى الناضج هو الذي يعرف الهدف ويسعى يعمل ايه؟ لتحقيقه. ايه الهدف بتاعنا؟ في ترنيمة حلوة بتقول كده: انت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ايه؟ ارضيك. زي ما الحيوانات ليها هدف والطيور ليها هدف، الانسان ليها هدف. تعرفوا في اتنين من الطيور كان كل واحد ليه هدف؟ الغراب والحمامة. لما تقرأ قصة نوح، لما بعت نوح بعت ايه الاول، الحمامة ولا الغراب؟ نقرأ القصة كويس. بعت ايه الاول؟ الحمامة. بيقول لم تجد مقرا لرجلها فرجعت، فراح بعت وراها مين؟ الغراب. لما راح الغراب بيقول لك ايه؟ لقي الهدف بتاعه، لقي مشتهاه، النجاسة والرمم والعلاقات والشهوات والإدمان والنت والخطية والنجاسة والزنا والإدمان. رجع؟ ما رجعش. استنى كم يوم وراح بعت ايه؟ الحمامة. رجعت الحمامة بحاجة، رجعت بايه؟ لا مش غصن بقى، رجعت بورقة زيتون خضراء. قالت له انا جايبه لك السلام، انا جايبه لك السلام. جابت له ورقة زيتون خضراء ورجعت بالسلام لمين؟ لنوح. النهارده زي ما في غراب في حمامة. الغراب رمز الانسان الخاطئ اللي بيدور على الخطيه. طب والحمامه رمز للمؤمن اللي بيدور على التكريس، بيدور على التقديس، بيدور على ان يقدم نفسه ذبيح. احنا بندور على ايه؟ لو انت غراب يبقى انت بتدور على النجاسه، لو انت حمامه وانت حمامه بتدور على القداسه. حمامه من الطيور الطهره، الحمامه لازم تغير له الميه كل يوم، نظيف، ما بيحبش اي حاجه عليه. النهارده احنا عايشين زي ايه بالظبط؟ عايشين زي ايه؟ ممكن يكون اسمك حمامه بس عايش زي غراب، وفي غراب عايش في النجاسه. ما فيش حد يطهرك وطهرك غير دم يسوع، ودم يسوع المسيح ابنه يعمل ايه؟ يطهرنا من كل خطيه. فيليب 3:13، اقف قدام ثلاث كلمات ما اقدرش اعديهم. بولس بيقول كلام جميل قوي، ثلاث افعال بص فيهم، بيقول كده: انسى ما هو وراء امتد الى ما هو اسعى نحو. ثلاث افعال مهمه تاخد بالك منهم. انسى بحسب القرينه الكتابيه اللي قبليها، ان ينسى الامتيازات، ينسى النجاحات، ينسى الخدمات، ينسى كل شيء كان سبب ليه في نجاحه. ناخدها بجانب تطبيقي على حياتنا. انسى الجروح، انسى الخطيه، انسى الاساءه، انسى اللي جرحوني بالناس. الناس يمكن ينسوني لكن يسوع مش ممكن يعمل ايه؟ انساني. دايما بتخبيني لما بجناحك وعدك وعد ايه؟ لما الناس بتهني واشعر اني وحيد. يا سلام يا رب، ما فيش غيرك السند، ما فيش غيرك الاب، ما فيش غيرك القوه. بنتعب نفوسنا لما نبعد عنه. فاعلمي وانظري ان تركك للرب هو ايه؟ شر ومر. النهارده عايزين يكون عندنا انسى، انسى نجاحاتك وانسى خطاياك. لكن الحاجه الثانيه وامتد، يعني ايه امتد؟ اخذ خطوه لقدام. خدي خطوه لقدام لتكريس حياتك، خد خطوه لقدام انك تسلم حياتك، خد خطوه لقدام انك تعيش للرب اكتر. الحاجه الثالثه اسعى نحو ايه؟ الغرض، الهدف اللي انا بسعى علشانه. النهارده الانسان يقدر يعمل الثلاث افعال دول: انسى ما هو وراء سواء امتيازات او نجاحات، او من جانب تطبيقي انسى خطايا، جروح، اساءات. نمره اثنين، امتد الى ما هو قدام، يعني اخذ خطوه لقدام. انا عملت ايه من اجل اسم المسيح؟ ادينا وصلنا لشهر 7، عملنا ايه في السبع شهور اللي فاتوا؟ اول السنه و31/12 اكرس نفسي لك سيد، واخد عهود على نفسي، هقرا الكتاب كل يوم، هصلي واخدم. عملنا ايه؟ انا يا رب هعيش لك وهعيش لك حتى ولو كرهوني ايه من اول جرح. انا مش رايح لاجتماع تاني، انا مش هخدم تاني،
بطلناه. ليه؟ ما انت واخد العهد لسه 31، 7 يناير هتبطل. لا، النهارده احنا عايزين ناخد مش عهود ولا وعود، لكن ناخد قوه من رب الجنود. بيدينا قوه ده رب الصباؤوت اللي بيديكي قوه وبيديك قوه. حاجة الثالثه، اسعى نحو الهدف. اشجع نفسي واشجعكم، كن كالحمامه تقدم جسدك ذبيحه، كن كالحمامه طاهرا، كن كالحمامه صانع سلام. الكتاب بيقول ايه؟ طوبى لصانع السلام، لانهم اللي بيصنع السلام. كلنا بنحب السلام، لكن احنا عايزين اللي يصنع السلام. المعنى السادس في المعنى النضوج الروحي بيقول كده، شخص مؤهل ومدرب لكي يؤدي كل ما يقوم به. مؤهل ومدرب. بيقول الكتاب بسبب التمرن يعني التدريب صارت لهم الحواس ايه؟ مدربة. النهاردة لو في حد جه دخل الاجتماع وقرأ أصحاح وفسره على مزاجه، مين اللي يحكم في كده؟ لازم تبقى في شيوخ مؤهلة ومدربة للتمييز بين الخير والشر. مين اللي يحكم على الشر والخير؟ النهاردة احنا عايزين الناس تبقى بسبب التمرن لهم الحواس ايه؟ المدربة، امتلأوا من مشيئة الله فيقدر يميز بين الخير والشر. النهارده عايزين ناس زي كده. المعنى السابع بيقول عنه، الإنسان الناضج روحيا جاهز في أي وقت. الناضج روحيا جاهز في أي إيه؟ وقت. جاهز يتصل بيها يقول لها الخادم الفلاني جايين لو معاه 2 تاني، مش وقته حتى الأسبوع اللي جاي، لا تبقى جاهزة. لو ما حد يتصل بيك يقول لك في كذا، تبقى جاهز مستعدا لكل عمل صالح. امتى؟ ان طهر احد نفسه من ايه؟ من هذه، يكون اناء للكرامه مستعدا لكل عمل صالح. يا اخوات افتحوا بيوتكم ربنا يفتحها، يا اخوه افتحوا بيوتكم ربنا هيفتحها. النهارده لا تنسوا اضافته الغرباء. بتعمل ايه دي؟ بتعمل ايه بها؟ اضاف اناس، البيت هيتبارك في نحو هذا الزمان. افتقد ايه صار؟ شوفوا هيفتقدك الرب بنفسه وهيزور بيتك. ما انت اللي رفضت، خلاص هيجي امتى؟ لكن لما تفتح البيت يجيب ايه؟ البركات. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، ايه اهميه الناس الناضجه؟ ايه اهميه الناس اللي تبقى ناضجه في الاجتماعات او في البيت؟ لو عندك اب مش ناضج او ام مش ناضجه، بتتعامل مع الناس دي بيبقوا متزعزعين، يشتري ما يشتريش، ابيع ولا ما بعش، اروح ولا ما اروحش المؤتمر، اروح ما اروحش، اجي لاخر المؤتمر رايح ما رايحش. لا، احنا عايزين ناس ناضجين. امتى بيبقى ناضج؟ افسس 4:14. الناس الناضجين اهميه وجودهم ثابتين. اقروا معايا كده، كي لا يكونوا فيما بعد. بص، عندهم ثلاث امور خطيره الاطفال. كي لا يكونوا فيما بعد اطفالا، نمره 1 مضطربين، نمره 2 محمولين بكل ريح ايه؟ تعليم. والحاجه الثالثه بيقول عنها ايه؟ شكلهم ايه؟ بص الايه، بكل ريح تعليم، بحيله الناس، بمكر الى مكيده الضلال. الاطفال فيهم ثلاث امور صعبه، نمره 1 محمولين، نمرة 2 مضطربين، نمرة 3 مخدوعين. بصوا، كي لا يكونوا فيما بعد أطفالا، نمرة 1 إيه؟ مضطربين. تلاقيه شيخ كبير ومضطرب لأنه مش ثابت على كلمة الله ولا ثابت على مبدأ من كلمة الله. اللي أطفال في الإيمان مضطربين. طب واللي ناضجين روحيا شكلهم إيه؟ ثابتين، مضطربين. نمرة 2 محمولين بكل ريح ايه؟ تعليم. نمرة 3 ايه؟ مخدوعين، اللي بيقول عنها بحيلة الناس بمكر الى مكيدته الضلال. ثلاث امور يعاني منها الطفل روحيا او الطفلة روحيا. نمرة 1 مضطربين، نمرة 2 محمولين، نمرة 3 مخدوعين. اتمنى من كل شخص يكون ثابت على كلمة الله ومبادئ كلمة الله اللي تخليه شخص ناضج. عايز تنضج؟ اقرا الكتاب. عايز تنضج؟ عيش المشيئة الإلهية. عايز تنضج؟ خليك من فوق، خليك من فوق. طب واللي من تحت؟
ايه اللي بيعطل نضوجنا؟ لما ولد يتولد ولا في نفس ولا قلب يدق ولا في نمو، والاب ماسكه والام ماسكه، ماسك الاب ده ومش عايزينه يدفنوه، يقول لك لا ده حي حي. ايه عدم النضج؟ هو عدم الولاده. ليه مش ناضجين؟ اخشى ان ممكن يكون مش مولود. انت بتحكم على واحد تقول له ده مش ناضج، انا كل ما بتعامل معاها او بتعامل معاه مش ناضج لانه مش مولود. المولود ينمو وينضج، وغير المولود لا ينمو ولا ينضج. يمكن انت مش مولود، انت مش مولوده، ما بتتغيريش من سنه لسنه، ما بتنموش من سنه لسنه. اخشى انك انت تكون لسه ما اتولدتش من فوق. عدم نضوجنا هو عدم ولادتنا من فوق. وانتم اذ كنتم اموات بالذنوب. ايه الناس كلها بتتغير ويقول لك ابويا ما بيتغيرش، امي ما بتتغيرش، الناس كلها بتتغير. يمكن لسه ما اتولدتش، لسه ما اتولدتش. طب لما بيتولد عارفين يعمل ايه المولود؟ ينمو كل يوم، انمو في النعمه وفي معرفه ربنا وخلصنا ايه يسوع المسيح. اقول حاجه تاني، ايه اللي من خلالها بنشوف ازاي ان الامور دي، ان انا اكون اهميه ان انا اكون ناضج. اهميه ان اكون ناضج مش بس اكون ثابت، لكن مش ثابتين بس، لكن ضابطين، يكون عندي ضبط. يقول الكتاب في كورنثوس الاولى 9:25 من يجاهد يعمل ايه؟ يضبط نفسه في كل ايه شيء. احنا عايزين نضبط موبايلاتنا شويه، نضبط اوقاتنا شويه، نضبط اكلنا شويه، نضبط صحتنا شويه، نضبط كل حاجه. اللي هيضبط كل حاجه ده ناضج، يعرف يظبط الدنيا، يعرف يظبطها كويس. من يجاهد يضبط نفسه في كل ايه شيء. اهميه انك تكون ناضج اخ او اخت انك تكونوا ثابتين. يجي عريس لبنتك او يجي عروسه عايز تختارها لابنك، لا دي وحش، دي حلو، طويل، صيّر، مش عايزين دي، مش عايزين دي. ما انت مش ناضج، مش هتعرف تختار، مش هتعرفي تختاري. امتى تكون ناضج؟ لما يكون المقياس اختيارك اساسه كلمه الله. ايه هو الاساس؟ لا تكونوا تحت نير مع غيره، اي خلطه للنور مع ايه وللمسيح معه. هنا المبدا ينجيك من المشاكل، المبدا ينجيك من الاختيار الغلط، المبدا ينجيك انك انت تقع وقعه لغايه الممات، ملهاش حل تاني، هتتعايش وتتعايش وتتعايش. لكن الناضج الفاهم يلمس يد، والجاهل يحسبها ايه؟ الغاز. اهميه تكون ان انا شخص ناضج، واحد ثابتين، نمره اتنين ضابطين، نمره تلاته يكونوا الناس دول بيكونوا روحيين. الناس الناضجين دول روحيين، ما بيظهرش عندهم الخصام ولا الحسد ولا الانشقاق ولا الكراهيه، لان بيقول عنهم في كورنثوس الاولى 3:3 بتختفي كل الحاجات والخطايا دي. بيقول كده لانكم بعد جسديون، فانه اذ فيكم حسد وخصام وانشقاق الستم ايه جسديين وتسلكون بحسب البشر. لكن النهارده احنا عايزين نعيش نكون زي الناس الروحيين دول. يبقى اهميه النضوج نمره واحد ثابتين، نمره اتنين ضابطين، نمرة ثلاثة روحيين. أختم بواحدة رابعة، متجددي الذهن، عندهم ذهن متجدد. ولا تشاكلوا أهل هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد إيه أذهانكم. نقدر النهاردة نعيش في النضوج الروحي اللي بيخلينا في مستوى أعلى روحيا. ازاي؟ لما اكون ناضج روحيا، مش مجرد ان انا وصلت درست سفر معين او درست رساله معينه انا نضجت في الموضوع ده، لا دي مرحله، لكن تحتاج الى رحله مستمره. اصلي من قلبي ان اي حد سواء بعيد عن الرب ولسه ما اتولدش الولاده الثانيه مش ممكن تكون ناضج، تحتاج الى الولاده الثانيه التي تعطيك الحياه. لكن لو مؤمن تحتاج
أن تكون ناضجاً، مش بس أنك أنت من الأولاد ولا الأحداث، لكن تكون من الأباء اللي بتخش في أعماق الرب. نفسي تعالوا نغمض عينينا، وأي شخص، أي واحد أو أي واحدة لم يختبر عمل المخلص، أي حد لغاية دلوقتي ما بيشعرش بنمو، ما بيشعرش بتغيير في كلماته، ما بيشعرش بتغيير في حياته، ما بيشعرش بتغيير في أي مجال حياته، اللي يقدر يغيرك النهاردة موجود. اوعى تقول ده أنا اتكسرت، اللي اتكسر يتصلح. كل إناء مكسور متشقق، رب جمالك في إيه؟ هيبان. مهما كان الكسر، يقول المرنم حسب كسري لمس خوفي. النهاردة يقدر الرب إني يشفيك ويدويك ويعالجك من كل الجروح اللي أنت فيها. يمكن أنت نفسك تبقى ناضج، لا ما تخليهاش نفسك، لكن خد القرار النهاردة وعيش بحسب كلمة الله. اوعى تكون طفل محمول مخدوع، اوعى تكون طفل في كل شيء متزعزع مضطرب، لكن تعالى عيش ثابت في المسيح. ثبت نظرك على الثابت. نفس النهاردة لو أي نفس بعيدة، يوجد المخلص، يوجد من يعطي الحياة، يوجد من يخلص من الخطية لما تكون في المسيح. اطلب الرب من كل قلبك، قل له نجني، خلصني، ارحمني قبل ما الفرصة تضيع، قبل ما المؤتمر يخلص، قبل ما ترجع بلدك وترجع شغلك وترجع للهموم والغموم. لكن تعالى خد معاك اللي يفرح القلب وانت راجع، خدي معاك اللي يفرح قلبك وانت راجع، يفرح بيتك وبيتك، يفرح أولادك ويفرح بناتك. النهاردة ما فيش غير المسيح مصدر الفرح.